منذ عدة أيام كان بلحمر المتحدث الرسمي باسم الحكومة الجزائرية ووزير الاتصال في قلب جدل كبير أعاد طرح فكرة نفاق القادة الجزائريين فيما يتعلق باليد الخارجية، هذه الأخيرة التي استخدمت وبإساءة نظرية المؤامرة لإدانة بعض المعارضين الجزائريين. وفي 16 أوت اتهم علنا عمار بلحمر من قبل الباحث الجزائري المقيم في فرنسا علي بن سعد، وهو أستاذ جامعي ومتخصص في العالم العربي وإفريقيا والشرق الأوسط وكذلك مدرس في المعهد الفرنسي للجغرافيا السياسية، بأنه استفاد من 4 تذاكر طيران على الأقل من السفارة الفرنسية في المغرب، وربما أكثر من ذلك احتساب تذاكر سفارة فرنسا في الجزائر. وأوضح علي بن سعد في نص طويل نشر على صفحته في الفيسبوك: أعرف هذا لأنني كنت باحثا في إطار وفد المركز الوطني للبحث العلمي في مركز جاك بيرك الذي سمح له، يضيف علي بن سعد، الاستفادة من هذه الأدلة الموثقة. أنا لا ألومه، يقول علي بن سعد، لكن لماذا تجعل تذكرة الطائرة الخاصة بخالد دراني منه جاسوسا لفرنسا في حين عشرات التذاكر الصادرة عن السفارة الفرنسية للسيد بلحمر تجعله وطنيا؟ فهل ما هو حلال بلحمر حرام على خالد دراني؟ وذهب علي بن سعد إلى حد الكشف أن المتحدث الحالي باسم الحكومة الجزائرية الذي يشيطن باستمرار مراسلي الصحافة الأجنبية وخاصة الفرنسية في الجزائر قد أقام روابط وتعاون مع مؤسسات عسكرية فرنسية وأصدر مذكرات لهم قبل فترة طويلة من أن يكون وزيرا. قضايا الحرب والسلام خطيرة للغاية بحيث لا يمكن تركها للجيش والدبلوماسيين وحدهم. ففي أوروبا وبناء على طلب الشركات انفتحت المؤسسات العسكرية على مناقشة مع الأكاديميين الذين يؤمن الكثير منهم بالحق في ذلك بحكم الحوار وتوضيح العسكر لقضايا النزاعات. ومن المهم أن يشارك في هذه النقاشات أكاديميون من دول الجنوب الذين يتحملون وطأة هذه الصراعات. لا ألوم بلحمر، يقول علي بن سعد، على إنتاج مذكرة استراتيجية عن الجزائر لمؤسسات مرتبطة بوزارة الدفاع الفرنسية، ولا أعتقد أنه يمكن بذلك أن يهدد مصالح الجزائر. فلماذا إذن علاقات خالد دراني مع SOS راسيزم ومراسلون بلا حدود ستهدد الأمن الوطني الجزائر؟ يتساءل الأستاذ علي بن سعد. أثارت هذه الكشفات حول ماضي عمار بلحمر جدلا حادا للغاية، لأنها تأتي في وقت تحاول فيه الحكومة الجزائرية تبرير الإدانة الشائنة للصحفي خالد دراني بالسجن 3 سنوات من قبل محكمة سيدي محمد لتغطية احتجاج بسيط وسط الحراك الجزائري. النظام الجزائري يحاول منذ عدة أيام تشويه ثورة خالد دراني من خلال تقديمه على أنه عميل لقوى أجنبية، وهي حجة جريئة وسخيفة. فالمتحدث الرسمي باسم الحكومة الجزائرية تعاون مع المؤسسات الأمنية والعسكرية الفرنسية كما أوضح علي بن سعد. لكن علي بن سعد وبعد تصريحاته الخطيرة والمثيرة وحتى الفاضحة أيقظ شياطين النظام الجزائري، ففي أعمدة العديد من الصحف الجزائرية التي تغذيها الإعانات العامة للنظام دافع المتشائمون بشدة عن بلحمر من خلال محاولة غسل شرفه في مواجهة هذه الحملة لمحاولة إنقاذ الجندي بلحمر، حيث رد الباحث الجزائري علي بن سعد بعمود جديد على صفحته على الفيسبوك كشف فيه حقائق مريرة أين جاء فيه. بقراري لفت انتباهي الرأي العام إلى الحقائق المتعلقة بالوزير بلحمر، كنت أعرف ما أفعله، لقد فعلت ذلك بحقائق موثقة، طرحت مشكلة من خلال شبكات التواصل الاجتماعي لأنها السبيل الوحيد في الجزائر. الآن بعد أن تم ذلك يجب علينا أن نثبت حقائق الوقائع فقط. ويضيف: أنني أناشد الدولة أو ما تبقى منها، فأنا مستعد للذهاب إلى المحكمة لتقديم البراهين على ما قلته وأنا أتحمل كل العواقب. أشار علي بن سعد إلى أن قضية بلحمر هي الجانب الآخر من قضية شعابنا. هذا الوزير
من نفس الحكومة الذي فضل التخلي عن وزارته للذهاب والتمتع بالجنسية الفرنسية. هي إذن نفس الازدواجية والاستخدام الاحتيالي للخطاب الوطني، فالسلطة المحرومة من الأساس الاجتماعي تختار أي شخص دون حتى معرفة من تختاره، ولكن للجزائريين الحق في معرفة من يحكمهم، ولهذا السبب أطالب بالذهاب إلى المحكمة وفحص التأكيد أمام العدالة، يؤكد علي بن سعد. أخيرا، في الوقت الحالي لم يرغب القضاء في الرد على هذه الإيحاءات المدمرة، ولم ينظر أي قضية من القضايا التي أسألت الكثير من الحبر في الجزائر، فما هو حرام على خالد دراني حلال لعمار بالحيمر.